بتغير النظام يلي كان موجود، وانتو وجودكن هون ما عاد مرغوب. يعني بدها تجيب موظفين جدد، ورح تدفع لكم معاش 3 أشهر. حبيت خبرك لأنكم لازم تفضوا هالمكان بأسرع وقت. شوفي، لسا ما وصلت هالواطية وبلشت تساوي مشاكل. عيب هالحكي يا بنت. بابا، لقيت من نفس العطر اللي انكسر. صحيح غالي بس جبنا. بابا، اختي موجوعة؟ روحي لعند حبيبتك وساليها هذا السؤال، يمكن تتشكرك على العطر بالمعية. شوفي، قلعونا من البيت، قلعونا. حبيبتك الست أوليف قال إنه نحن ما بننفع هون. أنا ما عم استوعب شو صاير معكم. بابا بترجاك احكي لي. بكفي، ما في شي احكي. أنا رايح شوف حسن، وأنتي روحي على بيتك. بابا، إيه؟ أنا رح آخذ إخواتي ونروح لعندي. انت خلص ورجع لعنا، منتعشى مع بعض ومنحكي بهالقصة. بابا، بالمسا منحكي بالموضوع يا جوري. فهميني بشو صفنا انا مثل الهبلة، ها؟ لسا ما استوعبتي انه تقلعنا؟ هديك، هديك المرة الحقيرة ستتنا مثل الكلاب بالشارع. يلا اختي بكفي بقى، ما حدا منكم مقهور قدي، ولا وحدة منكم خلقت هون. انا اللي خلقت وكبرت بهذا البيت، بكفي بقى. سليم اهدي حبيبتي، لا تحكي. ما دخلني، فهمي اختك الهبلة. رح توافي بصف حبيبة قلبك ما؟ ورح تفرحي باللي عملته بأبوكي وأخواتك. Ha ha ha!